كلكم تكونوا فائزات النهارده. عايزه اسالك اذا خيروك ان انت تكوني جميله او ذكيه تختاري ايه وليه؟ مساء الخير على الجميع. اولا اذا خيرت بين الجمال والذكاء بالتاكيد ساختار الذكاء، لانه الجمال يزول، الجمال لا يدوم، مع مرور الوقت الجمال يزول. أما الذكاء، لما تكون المرأة ذكية عندها طريق تمشي فيه بذكائها تقدر تلحق أماكن بعيدة، تحقق نجاحات. إذا سأختار الذكاء. شكرا. شكرا ليك.